أكبر مشهور ثقافي حضاري أممي عالمي قائم على وجه الأرض اليوم. إنما هو مشهور الحسين سلام الله عليه. واعتمد الحسين في مشهوره هذا وفي نهضته العالمية هذه على ماذا؟ شباب. من بينهم زينة الشباب، قدوة الشباب، خيرة الشباب، بطل كربلاء شبيه النبي علي بن الأكبر. اللي انتزع روح الحسين، إذا تبي تسمع مصرع الحسين اسمع على ولده علي الأكبر. طلعت روحه، كاد أن يفارق الحياة، غارت عين الحسين في أم رأسه وما يلا من حقه. قال كلمة أنا والله ما أدري شلون طلعت هالكلمة من قلب الحسين حين ناداه ريع على الدنيا. يعني يتمنى الموت على ولده لأن مسهل اللي سووه فيه، ما احتفظوا، أنفلقوا هامة الشباب الصيف حتى أضعوه بالسيوف في رمى الهرى. الخوارزمي من علماء العامة كتب مقتل الحسين، يقول ما استطاع الأعداء أن يثبتوا في وجه علي وإنما كمنوا له بالخديعة، اغتالوه اغتيالا، طعن بحربه في خاصرته ثم طعن في صدره، شبك بيديه على عنق الفرس، جاء أحد الأعداء فضربه حينئذ بالسيف. على رأس سالت الدماء من رأس الأكبر، على عيني الفرس. يا ويلي يا ويلي، حساب على الشباب، شمائل النبي شبيه رسول الله. انطلق به الجواد يعيد الخيام، ظل الطريق فتوسط به بين الأعادي، هجموا عليه هجمة رجل واحد، هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمح، وهذا يفصله بخنجر حتى قطعوه بالسيوف ربا ربا. أيوا علي، أيوا شباب. خر الأكبر الحسين على الشباب.
الفاتحة مع الصلوات.